لعيب مش وحش مش وحش يعني فيه مش احسن من التانيين اللي الكوره بتقطع منهم. تعرفه؟ ايه؟ عارف احمد مجدي؟ ها؟ ايوه قول له مين؟ انت مين بقى؟ لعبت معاه؟ هو في الجيش دلوقتي. هو رايح دماغه من الكرة خالص. كان نفسي والله خليه هو بيحب الكرة لحد دلوقتي. مش يستلم يا عجمي خالص مش يستلم. الجول التاني الجول التاني رقم كام بقى اللي جابه ده؟ 9. نايله بقى 4 4 4 خليه بقى هناك بقى عشان ما سيبوش الدقيقة. 2-0 9 مخصوم منك 10 ايام عشان ما جتش الصوب. بقول لك ايه ده
يلا يلا الكلب يلا تاني تاني جيب تاني ينسف بقى الواحد بقى الواحد بقى تعوض ¡Vamos!
فيك بلا شوفه بسرعه يلا يلا لسه ما فيش حلوه بس بعيده 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 ايوه المفروض يجيبوا جون بقى عشان الماتش يسخن شفت راح مضى في الرجوع ما لعبش فاتش يعني قال لك انا مش بعد بقى يا جدعان بتقطع منكم بسهوله يلا بقى يا ولد يا ولد يا ولد حلوه يلا بقى يا ولد يا ولد يا ولد Thank you.
السهل العب السهل. حبيبي زي منور يا كابتن، منورك انت. مش بتلعب فين بقى انت؟ جينا تعبش؟ بطلت خلاص يا راجل. لسه جالي نازل في الرباط خلاص. سلام. يا ولد العيب هتعور نفسك. من هنا وانت مش قلت انت اللي تشوف الحته دي فيها حاجه؟ لا انا حاسبك في النص، حاسبك في النص. انت حق، انت حق الحق، ايوه حق، حق طلب الاحترام. مش بالاسلوب ده كده، بالاسلوب وحش. ايوه بتتكلم كده، انا كده محترم. انا باجي عشان الاوفسايد، اشوف ظهري، اشوف ظهري. موت سلام. تعال تعال، اهدى اهدى اهدى. اضغط اضغط يا ولد. يا جول يا ولد، شوطه جميله والصد اجمل. حلوه 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 حلوه. رقم 22 ده ولا 21؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه؟
الحلاوة دي؟ ده ايه الحلاوة دي؟ اه لو تعدي. نص الجون. وصلوا يا جدعان بقى الدواد دي كوره بقى حلوه للفروت بقى. حلو يا جون والله يا جون لعيب والله. عايز يشوط هامي وخلاص، عايز يفتح زود شوط. لا 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 لا
ولد يا جون، يا ولد يا جون، والله يا ولد يا جون، يا ولد يا جون، والله العظيم انت نجم يا ابني، انت مان ذا ماتش، رجل المباراه لحارس المرمى النهارده. يعني الشغل الله يخليك. وشوف من يفتح لك الباب. داخل السكس يارد، اي اشتراك جوه السكس يارد طبعا مع حارس مرمى. صالح حارس مرمى. برافو حضرتك. لم الكرة الأول. ايوه
حد بلم الكوره على بره. احلى كرة على الارض يا جدعان، احلى كرة على الارض، احلى كرة على الارض. منور يا حبيبي، عامل ايه انت، اخبارك ايه؟ الحمد لله، تسلم. انا بره بقالي ساعه ونص اهو. الله ينور عليك حبيبي. بس لسه ما لقيتش حاجه الحمد لله، من ساعتها الحمد لله. الواد شكله خلاص على وشك يا امك يا ان شاء الله. هو شكله كده جاهز. احنا اتعرفنا على شخصيه كويس، الحمد لله. دنيا ثانيه وكاميرات ثانيه بيجيبوا لها الجو اصلا. مش عايز حاجه طيب انت حبيبي يا عم؟ انا بره. ايه ايه كده يا كابتن؟ دعوات بلن.
يعني كل كرة جول الشوط الأول مش هيحدى يا كابتن. طب كرة جول الجول اللي فات يا كابتن. كابتن مصر أقسم بالله ما أنا أقصد. يا كابتن مصر، يا كابتن مصر، يعني أنت بتشوف يعني إيه أحسن يا كابتن؟ ما تشوفش اللي أنت مش عايز تشوفه. يعني أول كرة دي اللي هي جول، وأنت كلكم شايفها وأنت نفسك ما فتحتش فيها كنت إن هي جول. هو اللي جه اعترض. تيجي إزاي يعني؟ أنت لو أصلا أنت تخسرنا الماتش مش تعمل كده. انا هنا ازاي يا كابتن مصر؟ انت كام؟ ثلاثة ولا أربعة؟ تعالى يا تعالى كده أربعة ولا ثلاثة؟ كده ثلاثة ولا أربعة كابتن؟ هو ظلم الناس الثانيه دلوقتي. الناس اللي قاعده دي هياخد واحد منهم بيبان لازم هيملوه اسم اي واحد تاني. بالشمال والله لو انا بالشمال والله لو انا بالشمال وزي ما تيجي انت بقى انت حته تقيله في البلد والله بالشمال وزي ما تيجي لعيب اللعيبه ما بيعرفش يلعب شمال يلعب من اي حد
هو يمين الشمال تتشاط بالشمال طيب ما المفروض اللعيب يلعب برجله الاثنين يا جدعان الشوط الثاني واقف خالص سبعه حاجه من وقفه خالص الشوط الاولاني كان بيلعب في الشوط الاولاني الجون ده اللهم صل على النبي عليه روح يلا والله تاخد راجل المباراه حارس المرمى النهارده شوف لي تصيفه عشان
خبطه جامده، خبطه جامده يا علي. ايه ده؟ ايه الاوفر ده؟ دي نجات بتعمل اوفر احسن. ايه ده والله؟ شفت الاوفر ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ ومركز مع الكرة يا جدعان. اعيد الحاجات دي انا في الاعاده، بعيدها واعمل عليها زوم بعيدها بالبطيء كمان. الماتش ده دولي الدور بقى ديله قدامي والله. الماتش ده فيه احداث كتير قوي لازم كله يظبط. امتى هيديك يا ابني؟ ولازم يعني امال نكسب 3-0 يعني؟ معرفش انا ايه ده؟ مصوراتي هو اللي ظالم والله بيظلمني. خدها! دولي ايه خد الكور ها العب بسرعه قدامك اهو. تعالى ما تستعجلوش يا جدعان، ما تستعجلوش يا جدعان، ارفعوا منها رفعه حلوه. رفعه حلوه كده ماشي على واحد. انت اخر واحد، انت اخر واحد، لازم البص يبقى طلع صح يا عم مجدي. ايه اللي حصل؟ انا عارف ماتش اتقلب كله كله منك انت يا صاحبي. هوبا هو فاكر هديك عشان معانا من بدري. بيلعبوا كور طويلة والله جوه، والله كور طويلة يا جدعان دلوقتي خلاص. Go!
الواد اللي رفع. حرام. عجبي. فوتني يلا. والله العظيم محسوبه كده. لو بحمل الواد اللي حسب والله. بحمل الواد اللي حسب الحكم ما حسبها. فوتني. احسب بالهم بقى. ده لو محمل الراي اللي رفع. حرام. عجبي. فوتني يلا. والله العظيم محسوبه كده. لو بحمل الراي اللي حسب والله. بحمل الراي اللي حسب الحكم ما حسبها. فوتني. يا ياسر اخيرا. برافو حامل الرايه والله. برافو ايه ده؟ هو نسي بيرفع الرايه. نسي هو اللي هو اللي هو الحكم ما رفعش. هو اللي رفع. والله قعدوا يبصوا لبعض. اقسم بالله والله والله العظيم بس عمل كده. والله وصينا عشان انا بص في الكاميرا يا جدعان. انا بص في الكاميرا. يلا هو لو اتصدت هو انت فكرتش بقى صدت يوم يروح يروحوا. دي فيها 200 جنيه وتصدت. يا فيها 200 جنيه وتصدت. ها تاخد من الحارس. ها 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 يلا يا اخي. يا ولد يا ولد يا ولد. ها يلا يا خل. يا ولد يا ولد يا ولد. تعالوا جاي 3-1. رقم كام ده اللي جابه؟ رقم كام؟ 17. اكتب 33. رقم كام اللي جابه؟ 17. 17 17 17 يعني 33. يعني هيتسكت في الاتحاد الكره 33. انا معاك اهو 17. معاك اهو. بص معاك اهو. لا 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 عايزين كمان واحد. كمان واحد. كمان واحد. لسه هيتجلى الوقت بدل ضايع 20. ها لسه بدري. سبعت ايه لسه؟ لا ما ينوروا. هينوروا الملعب. هينوروا الملعب امتى؟ اهو نوروا. سمعوا سمعوا هنا. سبحان الله. لواحد بقى. لواحد لواحد العب. لواحد لواحد. رفع الحكم من انتهاء الشوط الثاني والمباراه 3-1 لصالح البنك الاهلي على مستقبل سبورت مواليد 2003 بطوله الجمهوريه. ياسر بصورك اهو. امام مش عارف. يا ياسر فتحت النور متاخر ليه يا ياسر؟ ياسر الكوره معمومه. يا ياسر يا ياسر الكوره معمومه. يا عم تقعد يا عم. رمضان رمضان. ها خد الكوره دي 7 دقايق. هو جاب الدخول. الحكم بيقول لنا 7 دقايق. اه والله. Thank you.
هاهاهاها